أما المصاريف التسيير فباستثناء سنة 2013 اللي عرفت هذاك المدخول الإضافي ديال المداخل ديال الجزئية ديال فبصفة عامة فهو لا يتعدى 22 مليون درهم في السنة. ألفين وأربعتاش كما ستلاحظوا عرفت واحد العجز في المجالنا. هذا العجز هذا وزناه بتقليص بعض المصاريف ديال التجهيز من بعد المشاريع ديال التجهيز. هنا عندكم واحد النسبة ديال التطور ولا أن ماشي نسبة التطور المداخل السير الذاتية. فمن 2010 حتى 2015 فتلاحظوا أن النسبة المئوية ديال المداخل الذاتية مع المداخل السير مع المداخل ككل فهي تتمشي ما بين 37% في حدود 40% في المعدل. باستثناء 2013 لأنها كانت عرفت واحد المدخول استثنائي. تطور المصاريف ديال التسيير وخاصة منها المصاريف اللي هي إجبارية كرواتب الموظفين، فوائد القروض، استهلاك الإنارة العمومية، الأحكام، التدبير المفروض فوق قطاع النظافة ومصاريف أخرى. فسنسأل كما تلاحظون رواتب الموظفين انتقلت من 2010 من 5 مليون درهم الى 8 مليون و519 2015. هذا الرقم من المتوقع انه سينخفض ان شاء الله ابتداء من 2016 الى 2021. هذا الانخفاض غيكون لسببين، هو ان تقريبا ان واحد 19 موظف اللي هما ما بين الاطر نسبه فيهم كبيره من الاطر الاطر الكبرى في حال التقاعد، والجماعه ما عادش غادي ستوظف ولكن ستوظف واحد الموظفين اللي هما في السلالم المتوسطه 5 7 8. اذا فهنا بالنسبه المصاريف ديال الموظفين بالنسبه ل 2016 2017 سيتقلص ونظن انه غادي يوصل لهذيك 6 مليون ما بين 6 مليون 7 مليون. فوائد القروض القروض بالنسبه للقرض اللي واخده جماعه من صندوق التجهيز الجماعي فهو سيبقى الى اخر ولايه هذه الولايه ديال هذا المجلس، لان اخر اونيتي واحد اخر اخر حصه غتدفع 2022. اذا بدايه المجلس الثاني السنه الاولى ديالو غتنقرض هذا الدين. استهلاك الاناره العموميه استهلاك الاناره فكما تلاحظوا انه تيمشي ما بين 2 مليون و500 حتى 3 مليون درهم. هذا الرقم سيرتفع عندما تجهز الرياض مسكن 3 و4 و5. الاحكام القضائيه ستلاحظوا ان 2010 2013 2014 خلصنا واحد بعض الاحكام، الا ان 2014 2015 ما خلصناش. ماشي لسات ان ما كايناش الاحكام ولكن كاينه، الا عندنا مشكل اولا في السيوله، كاين عندنا عجز في الميزانيه وما قدرناش اننا نحطوا هاد الاحكام باش نخلصوا على بعض الناس ديالنا. التدبير المفروض العقده السابقة اللي غتنتهي في هذا آخر شهر 4 هي كانت تقريبا واحد 5 مليون و300 ألف. العقدة الجاية اللي غتبدا شهر 5 2025 غتبدا وصول المبلغ ديالها 7 مليون درهم. إذا هنا تنشوفوا بأن المصاريف هي إجبارية، هي غادي في ارتفاع. أضيف إليها واحد 3 مليون ديال الواجبات اللي غادي نخلصوها لواحد الشركه اللي سميتها الصفه اطلس ديال اللي تبدا التدبير ديال المطرح النفايات. اذا ف
كما ستلاحظوا المصاريف تسير في المجمل ديالها ما تتفوتش 22 مليون درهم. تطور ديال الميزانيه والفوائد المرتقبه الحقيقه هنا لقينا واحد الصعوبه باش نحدوا نحطوا واحد المبادئ اللي تكون لنا دقيقه، لان المجهود اللي تقوموا به المصلحه ديال المبادئ مع السيد القابل حنا في 2016 مازال ما عرفناش الاتجاه اللي غادي واش غادي يكون يعطي واحد الارتفاع كما حنا متوقعينه او هذا، وعلى الاساس ديالو غادي يمكننا نتكلموا 2017 2018 2019 2020 2021. ولكن حنا خدينا واحد درنا واحد المعدلات درنا واحد لسيماسيون واحد التقديرات ان قلنا ان المداخل الذاتيه تترتفع شويه، بالاضافه ان الجماعه تنوي انها تخلى على بعض الاملاك ديالها اللي هي تشوفها انها غير ذات نفع بالنسبه للجماعه، ويمكن لها تطور المداخل ديالها ودار مشاريع اخرى اللي تعود بالنفع على الساكنه. فالمداخل المرتقبه ما بين 2016 و 2021 ان شاء الله ستمر من 26 مليون ديال الدرهم 2016 الى 29 مليون في 2021. المصاريف المرتقبه الفوائد المرتقبه هنا بالنسبه ل 2016 حنا كاينه في الميزانيه قد تقدير ديال الميزانيه ان يكون عندنا واحد الفائده مليون 1 مليون 900 الف درهم. 2017 و 2018 الحقيقه هذا الدخان كاين ندير انا المبالغ اللي هو كاين ديفيسيت، ولكن راه ماشي زعما راه كاين صعوبه هنا باش نحطوا هاد التقديرات. اهم المنجزات اللي دارت الجماعه ما بين 2010 و 2015 بالنسبة للأراضي، الجماعة اقتنت في 2010 تقريبا واحد 2 مليون ديال الدرهم ديال الأراضي، 2011 600 ألف، بالنسبة للسيارات النفعية 19,199 هذه فيها واحد لومبيلونس، و 2012 800 ألف، 2014 شينا واحد الدراجات نارية 29 ألف درهم. الطرق الحضريه والطرق الحضريه كما تشوفوا بانها تتساهم حصه الاسد من تجهيزات ديال الجماعه، بحيث 2010 وصلنا 800 مليون درهم، 2011 كانت الاداء شويه ضعيفه 23,000 درهم، 2013 كانت مليون تقريبا مليون ونص ديال الدرهم، 2014 واحد 900 مليون درهم، و 2015 7 مليون درهم. الاسواق كذلك خدات هي النصيب ديالها، ف 2010 680 الف درهم، 2011 مليون درهم، 2013 2 مليون درهم، 2014 مليون و 400 و 441 الف اللي كانت مليون غارونتي. دار الشباب كذلك هي جماعه كانت اتمت البناء والتجهيز ديال دار الشباب، كما ساهمت في بناء المركب الرياضي بواحد 250 مليون في 2011. الجماعة عندها واحد مجموعة ديال الشركاء ديالها، وأهم شيء من بين أهم الشركاء ديالها هي المبادرة الناس لاباس شركة مشرفة المبادرة الوطنية. فالمبادرة الوطنية عرفت حتى كذلك واحد مجموعة ديال المشاريع ومجموعة ديال مع الجمعيات مع المجلس الى اخره، كمثلا شراء الجماعه مثلا شراء لوازم الرياضه بالنسبه ل 2011 كانت واحد الاتفاقيات مع الجمعيه اللي مكلفه بضعيف البصر، وشراء بالنسبه للجمعيه ديال كره السله، كما ان الجماعه شرات واحد السياره ديال الاسعاف وتزيد بعد المراكز ديال التكوين المهني. اذا كانت واحد المجموعه كثيره ديال المشاريع اللي درتها مع اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. كاين مشاريع مازال الحال حتى الان مازال ما عرفتش النور، ولكن راه هي في الطريق، كانشاء مسبح بلدي،
وتهيئة ملعب الرياضة ملعب الرياضة وكذلك شراء واحد الحافلة حافلة وتهيئة واحد القاعة مغطاة كذلك. بالنسبة للحكمة الجديدة في التدبير فأنا غادي نعطي واحد الكلمة بسيطة فيها، إن تنقول بأن التنمية المحلية تتطلب تعاون وثيق ما بين كل الشركاء وتستدعي منهم علاقات وطيدة يتم على أساسها التواصل والتخاطب، حيث أن المسؤولية التنموية الشاملة تفرض على المجلس الجماعي ضرورة الالتفات إلى مكونات المجتمع المدني قصد إشراكها في اتخاذ قرار سليم يمكن أن يلبي رغبات السكان الأساسية. وعندما نقول إن الجماعة أو المجلس الجماعي مدعو لاتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق تنمية محلية مشاركة ومستدامة، فإن مبادئ الأحكام تستجيب منه فتح باب المناقشة في وجه كل الفعاليات بل في وجه كل سكان الجماعة وبدون استثناء، كيفما كانت مشاربهم السياسية وتوجهاتهم الفكرية في إطار المقاربة التشاركية. وقد أصبح من المسلم به في مجال التسيير أن ذات تنمية في إطار منغلق على نفسه وغير منفتح على مكونات محيطه، فانغلاق المجلس على ذاته يولد العجرفة ويجعله مشلول الحركة، إذ أن اللامركزية الإدارية حددت للمجالس اختصاصات مهمة أوجبت عليها تحمل مسؤولية التنمية المحلية. وشكرا على حسن انتباهكم. شكرا للسيد المستشار العرض والكلمة.